مارس، ومشاهدينا يعني راح نكون هلأ مع بعدنا بلبنان فيلم اكيد لبناني بعدنا بلبنان آخر. ورح ننتقل لفيلم مختلف وفيلم لبناني. بالسنوات الاخيره عم تشهد السينما اللبنانيه موجه من الافلام الكوميديه الترفيهيه يلي بتاخذ الجمهور من جو التشنج والمشاكل السياسيه ومشاكل الحياه. وحاليا انطلق فيلم بعنوان ما العلقه الذي يضم مجموعه من الممثلين اللبنانيين على راسهم كارلوس عزار، وسام صليبه، جاد بوكرم، تاتيانا مرعب وغيرهم. مغامره عم بيخوضها مجموعه من الاصدقاء بجو من الكوميديا. تفاصيل أكثر بهالتقرير. انطلق في الصلاة اللبنانية فيلم جديد من إنتاج شركة فينومينن اللبنانية في إطار كوميدي مشوق تحت عنوان ما العلقة. يروي قصة شاب وقع ضحية وسائل التواصل الاجتماعي وليطرح قضية الخداع عبر هذه المواقع. فراس يقع بورطة قبل يوم من موعد زفافه، فيلجأ لصديق الطفولة والمختار لمساعدته، يخوض مغامرة كوميدية مشوقة. الفيلم هو من كتابة وإخراج بودي صفير وبطولة كارلوس عزار، وسام صليبة، جاد بوكرم، تاتيانا مرعب، بيير شمعون، جورج آعي، شيرين الحاج وكريستينا صوايا وغيرهم. جماعة فيها ممثلين أول مرة بيكونوا مع بعضهم، جبنا وجوه جديدة ما منها معروفة بالتمثيل وقدمناها مثل جاد بوكرم، فكل هذه التركيبة حتاخذ المشاهد بمغامرة كوميدية بتأمل أنه ينال إعجابهم. أول مرة بلعب كاركتر من هالنوع، يعني راح يعجبك. مهضوم المختار، مدعي بس مهضوم. مثل بيقول لا تنال بين القبور ولا تحلم منامات بشعب. لا مش هيدا هو المعنى. الشعب اللبناني ما بده بس قصة حب، عالم تترك بعضها وبترجع لبعضها. في يكون فيه حب يلون القصة، بس بدنا كاست نسائي، بدنا كاست ذكوري، بدنا كاست عالم رفقة بين بعضها، بس وعالم شخص وابنه، بس والموظف تبعه، مش ضروري يكون بس كوبل. فهذا الشيء كتير مهم، وهيدا اللي بيخلي هذا الفيلم يكون كتير فريش. قصة كتير مهضومة، لذيذة، خفيفة، بهالساعة ونص بصير في أحداث ومشاكل بجربوا يحلوها، بتضحك يعني. نوعية الدور غير، بباكن دوري حدا عنده رتار مونتال بإطار كوميدي، هيدا دور سيريس شوي هيك عصابة، على بيختلفوا الدورين بس كل واحد شو. تيم الفريق كله لذيذين الممثلين وهيك، والقصة كتير مهضومة، ونحن شو شغلتنا ندعم هالشباب الجديد، ومبسوط كثير للصراحه، انبسطت بالجو انا كثير. ما اقبلت تحكم. خلينا نعيدها. لا لا لا، الكوميديا اللبنانيه عم بتلاقي اعجاب كبير ونجاح كبير بالصالات اللبنانيه، قلنا فخر فيه، عم ندعمه قد ما فينا. بالنتيجه هيدا شيء منيح للاقتصاد، للابداع، للتالنت. أعمال سينمائية بمواضيع مختلفة تشهدها السينما اللبنانية لتلبي كافة الأذواق والأعمار.